كابتن محمود الخطيب حضور اليوم تاكيد للانفراد اللي انا قلت لكم عليه من فتره ماشي، وجدوله من قبل ما يروح السعوديه، ولما راح السعوديه قلت لك رايح على دبي، قال لك الاهلي ما اعلنش، وقلت لك ان مرتضى بيقول انه هيسافر، وقلت لك برضو ان الخطيب على ثقه بان هناك قرار بمنع سفر مرتضى، واثبتت الايام صدق ما قلناه، واثبتت صدق ما ذكره كابتن محمود الخطيب للمقربين منه من ان مرتضى ممنوع من السفر، وهو الامر الذي كرره واكده الاعلامي الكبير او الاعلامي العربي الاول الاستاذ يعقوب السعدي، اللي بيحظى بشعبيه جارفه في الشارع المصري من جماهير الكره المصريه مختلف الوانها، والسبب هو تناوله الاعلامي الممتع للناس، بيخلي الكرة نوع من المتعة، بيخلي الكرة نوع من الشعر، بيخلي الكرة نوع من الموسيقى، من الدراما، من الحب، جايب حتى في المعلقين، جايب 2 معلقين للمباراة، الكعبي، سعيد علي الكعبي، والفارس عوض وقال لك معلق انجليزي كمان، لأن هذا الحدث حدث عالمي والناس كلها عايزة تتابعه. فيعقوب السعدي عامل حالة من الحالات الجميلة جدا في حالة الإعلام العربي، الناس بتستنى دلوقتي. يعقوب لما كان بيقدم برنامج على اون سبورت ومعاه كابتن محمود الخطيب احد الضيوف الثابتين اللي هو هنا القاهره، كان عامل حاله رائعه، كان عامل حاله او القاهره ابو ظبي زين، كان عامل حاله رائعه هنا القاهره، ده كان بيقدمه زمان الدكتور علاء، لكن ده كان عامل حاله رائعه القاهره ابو ظبي، فكان عامل حاله جميله جدا. دلوقتي من خلال قنوات ابو ظبي الرياضيه عامل حاله من المتعه، انت بتتعامل معاه وهو بيبهرك بادائه، بيبهرك بصوته الجميل، بيبهرك بتناوله، التناول الامين للموضوعات، ما بيجاملش ده ولا ده، واخد معاه نجم كبير من نجوم النادي الاهلي وصاحب انتصارات كبيره والكابتن وليد سليمان حاول الكره المصريه، صاحب المواقف التاريخيه المؤثره. اول موقف ليه هو اصراره على اللعب بالنادي الاهلي ورفض اي نادي اخر ورفض الاحتراف، سواء بقى كان في انبي كان في بتروجيت لحد ما راح النادي الاهلي. تاني موقف ليه حينما ضلم فرحه اللي كان متواكب مع نفس اليوم مع حادث الدفاع الجوي لشهداء نادي الزمالك ال20 في ماتش الزمالك وانبي الشهير. ثالث حدث ليه هو لما خد الميداليه الذهب في السوبر الافريقي وراح لبسها للكابتن محمود الخطيب على المنصه، وجاء من خلف كل اللاعبين وحمل الخطيب اكبر عدد من الميداليات في جنس ركض لم يحملها اي شخص على مستوى العالم على مر التاريخ. اذا يعقوب السعدي يعرف كيف يختار ضيوفه وكيف يستضيفه، ويعرف كيف يرسل الرسائل المجيعه المؤلمه لمن يتجاوز او يتطاول عليه او على الرموز الرياضيه بصفه عامه، وبالتالي اعطى درسا مجيعا مؤلما لرئيس نادي الزمالك لما رد عليه وقال له انك غير واحد انت ممنوع من الصف، 2 انت غير مرحب بك اصلا في الامارات، 3 نحن نتعامل بمهنيه وامانه وحرفيه. فما يقدمه يعقوب السعدي هو ادانه للاعلام الرياضي المصري بامانه، اللي عنده استقطاب لصالح طرف وضد طرف اخر، لما يشوف مشاكل مثلا نادي الزمالك يعمل نفسه مش شايف، يغمض عينه، طب يشوف مشاكل النادي الاهلي يكبرها ويضخمها ويعملها حاجات بالشكل ده، يشوف حكم قضائي يتجاهل النظر اليه ويتجاهل التعليق عليه وهكذا، يشوف قضيه بنت علاء حمزه يكبرها ويعملها قضيه كبيره، طب لما يطلع قرار النيابه بتاع الحفظ ولا حد ياخد باله. عشان كده الناس يعني كلها بتتكلم دلوقتي، متابعه دلوقتي ابو ظبي الرياضيه مش متابعه اون سبورت. ليه بقى؟ شافوا الناس اللي مسافره على اون سبورت لحضور المباراه مع الاعلامي الكبير الاستاذ سيف زاه، له مني كل الاحترام وكل التحيه وكل التقدير. مين بقى اللي مسافرين؟ هذا هو الفريق اللي مسافر، له كل الاحترام، سيف زاهر، حازم امام، احمد حسن، محمد فاضل. اول سؤال بيجي في ذهن اي متابع او اي مشجع علوي يقول لك طب فين عماد متعب او الشيخ طه؟ يعني انت واخد حازم امام نجم زملكاوي معروف، واخد احمد حسن لعب اهلي وزمالك واسماعيلي والدنيا بحال، واخد محمد فضل لعب اهلي واسماعيلي والدنيا بحال، لكن ما فيش واحد بيور اهلاوي 100% اهلاوي. فبالتالي الناس يقول لك يا عم يعني فين متعب؟ ما تاخد متعب، ولا هو متعب ممنوع من السفر، ولا طه ولا الشيخ طه اسماعيل هل هو ممنوع من، وهكذا. فالناس بتحس ان يعني ايه فيها تحامل يعني، الا اذا كان الاختيار له معايير اخرى. كمان الناس النهارده بتتناول موضوع يعني انا شفته بصراحه، يعني انا ما صدقتش ان اون سبورت تعمل كده. اون سبورت قناه رياضيه كبيره، ما ينفعش تقع في هذه السقطه، ولازم الاداره تاخد بالها
هم اخواتنا وحبايبنا ونحن نلفت الانظار ليهم لاصلاح مثل هذه الاخطاء الساذجه الساذجه. لما نعمل مسابقه واقول توقع واكسب مكتبات برناسونسي دي ماشي وكوبون مشتريات بقيمه 1000 جنيه من مكتبات برناسوس برناسوس ده لو اصلا اون سبورت مشاركه في المكتبات دي ما تعملش الاعلان ده يا عم. انت اون سبورت اما تعمل حاجه تبقى جوائزها مبهره تبقى ده احنا هو يعني احنا ناس غلابه لا نقارن باون سبورت وبادارتها وبنجومها وكلام من. لما جينا نعمل مسابقه قلنا ايفونز وتابلت وحاجات بالشكل ده 2 ايفون و2 تابلت والخمسه لسه ما اخترناهاش ماشي. وقلنا بعد كده يبقى في عمرات وفي ايفونز وحاجات بالشكل ده فما ينفعش انا اعمل مسابقه بالشكل ده 1000 جنيه مشتريات يعني ده انت كده ما حصلتش مثلا قناه الحدث او الصحه والجمال ماشي. ما انا بقول لك اهو مش دي كلاس سي في القنوات ما حصلتش كده. فانت ازاي بقيمتك الكبيره كواحد واخد الدوري حصري اعمل مسابقه اعملها بقى واقول يعني رحله الخمسه الى كذا الى كذا احضروا ماتش في انجلترا يحضروا ماتش في لليفربول مثلا في انجلترا ماتش في اسبانيا ماتش في كذا كده. لكن انا اقول مشتريات ب 1000 جنيه يعني اللي عامل اعلان دافع بفلوس وفلوس الجوائز وهيدي كم واحد خمسه ولا يعني فدي يعني ان صح هذا الامر وتناوله في امر مؤلم وموجع جدا جدا جدا.